السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد اللي غادي نتعرفوا عليه فيه على طريقة الإجابة على أسئلة الامتحان الجهوي اللغة الفرنسية بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. لو نبدأ على بركة الله. لو لو تكست أو النص، نص الانطلاق ديال الامتحان. نص الامتحان يكون دائما سردي. نص الامتحان ديما تيكون سردي روائي، تكست ناراتيف، تكست ناراتيف نص سردي. الو في هذا التكست، هذا النص يحكي فيه الكاتب باستعمال ضمير المتكلم او ضمير الغائب. ضمير المتكلم جو، ضمير الغائب ال ماسكولين لا ال فيمينا. الافعال في النص تكون مصرفه في الماضي. الافعال تكون مصرفه في الماضي l'imparfait ou là le passé et le passé simple. Alors, هذا هو le texte ديال الامتحان الجهوي. نص سردي، افعال مصرفه، l'imparfait، le passé simple. Alors, دائما le texte narratif toujours. Alors, اسفل النص كنلقاو هاد المعطيات هادو. اسفل النص نجد المعلومات التاليه. المعلومه الاولى الكاتب، l'auteur، l'auteur du texte, كاتب النص، virgule، فاصلة، le titre de l'œuvre، عنوان الكتاب، مصدر النص. alors le titre de l'œuvre هو la source، المصدر، مصدر النص ديال الامتحان. كيكون alors كيكون l'auteur ولا الكاتب هو الأول، فاصلة كيتبعو عنوان الكتاب مصدر، فاصلة، maison d'édition اللي هي دار النشر، عاد فاصلة دات ديديسيون تاريخ النشر. هلو هاد المعلومات كيكونوا في أسفل النص وكيكونوا ديما مرتبين، مرتبين بهذا الترتيب هذا، الكاتب، عنوان الكتاب، دار النشر، تاريخ النشر. هلو عقل عليهم مزيان هاد الترتيب هذا، ما تنساوش. هلو ننتقل دابا لأسئلة الفهم، الأسئلة ديال الفهم. هلو أسئلة الفهم تكون دائما ستة أسئلة، نقطة واحدة على كل سؤال، كل سؤال عليه نقطة. السؤال الأول غالبا دائما السؤال الأول كيكون فيه كومبليتي لو تابلو سويفون، املأ الجدول التالي. الجدول كيكون فيه لوتور، الكاتب، تيتر دو لوفر، المصدر، ليديسيون، ديسيون، ميزون ديديسيون، ميزون ديديسيون، دار النشر، دات ديديسيون، التاريخ، تاريخ النشر. الوغ الترتيب اللي قلت لكم خصكم تعقلوا عليه، الوغ لان الجدول ما كيتعطاش ديما هذا الترتيب، يقدر يحطوا لكم اوتور في لافان، دات ديسيون في الاول، تيتر دو لوفر في الوسط. انتما خصكم تعرفوا الترتيب ديال المعلومات. السؤال الثاني، الوغ السؤال الثاني نوعيه النص. سو تيكست اي، واش لو تيكست ناراتيف سردي، ديسكريبتيف وصفي، انفورماتيف، يعطي معلومات. alors la réponse toujours دائما الجواب ce texte est narratif parce que il raconte et les verbes sont à l'imparfait au passé simple. alors النص سردي لانه يروي والافعال مصرفه في الماضي. هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني مع التعليل، justifier، justifier la réponse car il raconte et les verbes sont conjugués à l'imparfait au passé simple. بالنسبة للأسئلة 3 4 5، هذه الأسئلة متعلقة بفهم النص. مثلا أمثلة، réponds par vrai ou faux et justifiez votre réponse، تجيبون بصحيح أو خطأ مع التعليل، تعليل انطلاقا من النص، جملة من النص. مثلا السؤال حول الشخصيات، les personnages، le personnage ديال le texte، لو ليو اي لو طون، الزمان والمكان، زمان القصة ومكان القصة. أولا لو سونتيمون، ما هو الشعور، الشخصية في النص، لو سونتيمون. أولا لماذا الشخصية في النص فعلت، بوركوا لو بيرسوناج، اكسيتيرا. الوغ أسئلة متعلقة بفهم النص، هنا خصنا نقراو النص مزيان، نحاولو نفهموه ونفهمو السؤال ونقلبو على الجواب ديالو في لو تيكست. هادو أسئلة متعلقة بفهم النص.
السؤال الأخير رقم 6 هذا توجور هذا السؤال كيستيون بيرسونيل سؤال شخصي مطلوب منك تعطي الرأي ديالك الرأي مع الدليل هذا السؤال يكون دائما شخصي المطلوب هو إعطاء رأيك مع التعليل الجواب أنا أعطيكم الجواب ديال هذا السؤال هذا هناك حالتين للجواب يا إما تكون موافق أو تكون معارض ألو نبدأ بالحالة رقم 1 موافق أنا موافق مع هذاك السؤال ومع التعليل مثلا نقدر نقول oui je suis d'accord avec le personnage car ce qu'il a fait est bien نعم أنا متفق مع الشخصية لأن ما فعله جيد هذا جواب نقدر نكتبه وجواب صحيح أو لا نقدر نقول oui personnellement je suis avec cette idée car c'est une bonne idée نعم شخصيا أنا مع هذه الفكرة لأنها فكرة جيدة ou bien à la place du narrateur je fais la même chose car il a fait de bien car c'est le bon geste أنا إذا كنت مكان الراوي سأقوم بنفس الشيء لأنه فعل الصواب هذا جواب تقدر تكتبه في السؤال 6 إذا كنت متفق جواب صحيح وتأخذ عليه نقطة دابا الحالة الثانية فاش نكون غير متفق Je suis contre. أنا معارض. Je ne suis pas d'accord. Alors, نقدر نقول Je ne suis pas d'accord avec le narrateur car c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas d'accord avec le narrateur car c'est une mauvaise idée. أنا غير متفق مع الراوي لأن هذه الفكرة غير صائبة. أو نقول À la place du narrateur, je ne fais pas la même chose car ce n'est pas le bon comportement. إذا كنت مكان الراوي لن أفعل نفس الشيء لأن هذا ليس تصرفا صحيحا أو لا أقدر أقول Moi je ne partage pas la même idée que le narrateur car il n'a pas fait le bon choix بمعنى أنا لا أتفق لا أتشارك الرأي مع الكاتب لأنه لم يقم بالاختيار الصحيح وهكذا كنكونوا شرحنا لك question de compréhension أسئلة الفهم alors أسئلة الفهم وكيفاش نجاوب عليهم alors قولنا لك question ديال la langue أسئلة اللغة و la production écrite هما اللي غادي ندرو عليهم في الفيديو الجاي إن شاء الله